المباراة، بس تعامل اللاعبين مع المباراة وهو اللي فرض اسلوب العربي، وانا اعتقد ذكاء العربي مدرب العربي انه حافظ على السيستم ماله عكس مدرب نادي الكويت، تعامل مع المباراة بيعتمد على الهجمة المرتدة مع البطء الموجود في لاعبين نادي الكويت. الهجمة المرتدة انت محتاج لاعب ينقلك نقلة سريعة الى الملعب الاخر. نادي الكويت لو لاحظنا خافير هو الوحيد اللي قاعد يطلع في الهجمة المرتدة، ومثل ما احنا عارفين خافير ما هو بالسرعة العالية اللي ينقلك للهجمة المرتدة في حال دفاع المنطقة، عكس نادي العربي يمتلك ديفيد عبد الله راشد الانتقال السريع، عبد الرحمن مسبح انتقالهم زين وسريع، وكانوا على يعني بمستواهم اللي شفناه اليوم في تسكيرهم للمنطقة كانوا مميزين، معناته ان اللاعبين هذا اللي نتكلم عنه اللاعب المميز هنا يبين. لما يجي حالة الضغط النفسي هنا اللاعب المميز، ان الضغط النفسي ما ياثر على ادائه. وهذا اللي هذا، بس لو لاحظت العربي ترى من الى الدقيقه 8 ما كان عنده تسديد على المرمى. معناته ان العربي مو في مستوى العالي مثل ما هي الرهبه اللي ماسكته من خلال التفتيح. يعني شنو سبب صحوه العربي بعد مرور 10 دقائق من المباراه؟ تغيير اسلوب نادي الكويت الى الضغط فتح المساحات النادي العربي اللي احنا ندري ان اللاعبين العربي عندهم ديفيد. لو شفنا الهدف اللي تكلم عنه ابو عبد الله تكلم على التسديده وهذا، لو شفنا قبل الهدف شنو سوى ديفيد بالكره؟ نعم ديفيد سحب الملعب للداخل بعدين مرر لهوجو، خلى المساحه الفاضيه اللي كنا نتكلم عنها اللي يلعبون ثلاثه واحد لاين على الطرف الثاني العكسي، صارت المساحه عند هوجو، ومثل ما احنا عارفين لاعب هوجو لاعب مميز في التسديد واستغلها. معناته ان النادي العربي عنده الحلول اذا انت اذا تلعب في الضغط اللي نتكلم عليه، يا ضغط وسط الملعب يا الضغط المتقدم. هذا دليل على انه في شغل قاعد يسوونه مع السيد روبيو. الكلام اللي نقوله احنا عن نادي الكويت اللي بهذه الحاله وانت ما قدرت تسوي معاه شيء. نادي الكويت اليوم ترى استحواذ سلبي جدا، يعني بعد الطرد واستغل الزياده العدديه. ولو لاحظنا الهدف ترى الهدف انا اعتبره خطا من الحارس، صح؟ يعني كانت كره كانت مفروض، يعني احنا الموسوي كان في المباريات السابقه من اميز حراس الدوري انا اعتبره. الهدف هذا يعني دخل عليه بس كان سهل لحارس مرمى، يمكن احنا شفنا ان انتقدنا ان الهدف يدخل في الضغط النفسي اللي ذكرته قبل شوي. مو شرط عامل النقص اللي حصل هو اللي اثر عليه، من 4-3 يعطي ادفانتج حق الكويت انه يسجل هدف خلال يعني عنده دقيقتين هو يسجل على هجمتين اللي يو مع نادي الكويت المتتاليتين اللي المحققه كانوا امام الهدف، رايك فيهم؟ لا بالعكس، هو يعني هذول بالعكس، بس طبعا قبل الله يتعادل يمكن تعادل اخر لعبه ثنائيه كانت ما بين ما بين خافير برونو، بالعكس هذه كانت، ولكن سوء الحظ انه ما سجلها برونو. طيب وش جاء؟ طرد او عفوا ابو عبد الله طرد عبد الله راشد، يعني اتوقع كان ما كان بوقته ابد، يعني الفريق فايز والفريق محتاج حق الفوز، يعني المباراه طرفت صام المدرب وعبد الرحمن السبحي يقول تنرفزنا، الحين نشوفهم عبد الله راشد نفس الشيء استخدم نفس الاسلوب وانطرد، وايضا تسجل على ترى هدف التعادل، يعني هذا اتوقع يهم دور الجهاز الاداري بهذا الموضوع. انا ما ادري شنو الوضع اللي صار، بس انا اتوقع احنا لما يمكن احنا عندنا الطرد، وطبعا الحكم ما صفر، وكانت كره مشتركه عاديه ما بين عبد الله راشد ومعترف خافير، حتى الخافير لما استحوذ على الكره طلع الكره برا، ولكن انا اتوقع بعد 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 ما طلع الكره ما ادري ظهر شو اللي حصل، انا اتوقع يعني الحكم كان قريب من الحادثه لما طلع الكرت الاحمر، هذا واقعيا احنا يبين يعني من خلال احنا نشوفه، اتوقع انه تلفظ بالفاظ غير لائقه يمكن على اللاعب الاسباني، فبالتالي الحكم كان قريب واشهر عليه. هذا الان احنا يمكن تذكر يعني في مباريات تغير مجرى المباريات، يمكن هذا الطرد هذا راح سجل على العربي هدف، وممكن يتاثر العربي الان بالشوط الثاني نتيجه هذا الطرد. هل المدرب عنده بدله؟ يعني هو يعتمد اعتماد كله على اللاعب هذا عبد الله راشد، مثل ما تكلمنا في المباريات السابقه ويمكن الورقه الرابعه النادي العربي، فبالتالي الان يعني ان الطرد هذا لازم شنو المدرب الان بين الشوطين يعطي شنو مثل ما قلنا، وراح يكون تعب نفسي، فبالتالي لازم يطلع من الضغط النفسي. اتوقع ان بين الشوطين يمكن المدرب كلمهم او الاداريين عشان يرجعون حق جو المباراه مثل ما كانت في بدايه المباراه. جميل جدا، هذه الامور ايضا استنتاجها ايضا راح تبين بيانات المعطيات والمطلوب لكل فريق في الشوط الثاني، لكن البرهان يبدا ان شاء الله وسيشاهد خلال متابعتنا للشوط الثاني ومع معلقنا عمر الشرهان لتكميل الوصف التفصيلي للشوط الثاني، فإلى هناك.
عودة إليكم أعزائي المتابعين، حضراتي السادة المشاهدين، توضيحا لما حدث في الشوط الأول وحالة الطرد بعد سؤال لأحد الإداريين لنادي العربي. نعم، حالة الطرد هي مستحقة ليس بسبب الضرب ولكن بسبب تلفظ اللاعب عبدالله راشد للاعب خافي رودريغيز بألفاظ لم تكن لائقة في هذه المباراة. حكم اللقاء فيصل البلوشي كان قريب في الحادثة وكان صائبا 100% بإشهار البطاقة الحمراء للاعب عبدالله راشد. إذا حالة الطرد لم تأتي بسبب الضرب بل جاءت بسبب تلفظ اللاعب عبدالله راشد بألفاظ لم تكن لائقة. بداية الشوط الثاني أعزائي المتابعين، أول 10 ثواني والكرة تأتي لصالح النادي العربي، هدف لهدف، ما زالت النتيجة هي بين الفريقين، ولكن النتيجة ستتغير في هذا الشوط، النتيجة ستتغير في هذا الشوط. نعم، كما قال الكابتن نايف شجاع في الشوط الأول والتحليل الذي جاء بطريقة مميزة بأن نعم نادي الكويت استحوذ بشكل سلبي، لم يسجل، لم يأتي بأهداف، لم يهدد المرمى بشكل مطلوب، واستطاع أن يسجل هدفا في بعد حالة الطرد استطاع أن يستغل النقص العددي للنادي العربي وسجل هدف التعادل. هو جو يصوب كرة خطيرة لكن تأتي بيد الحارس عبد الله حياة. حتى الآن في نصف الساعة، في نصف الدقيقة الأولى بين الفريقين، ما زال في الشوط الثاني ما زالت النتيجة هي هدف لهدف. عبد الرحمن يحاول يمر فيها لكن يقطعها هوغو البرازيلي بشكل ممتاز وبالخبرة. يأتي الآن الاستحواذ للنادي العربي، عبد الرحمن المسبحي إلى ديفيد مرة ثانية إلى عبد الرحمن المسبحي قابل للتسديد، يسدد كرة قوية تعود مع ديفيد بالمهارة، عبد الرحمن بالتسديد، أيضا هوغو بالتسديد. هنا هذه كرة خطيرة لكن سهلة مع الحارس عبد الله حياة، سهلة مع الحارس عبد الله حياة. إذا عبد الرحمن الطويل تصل الكرة مع عبد الرحمن الطويل، محاولة من جانب برونو تاكيشي وعبد الرحمن الطويل. عبد الرحمن أحد اللاعبين المتألقين مع المنتخب الوطني لكرة الصالات، أيضا في كأس العالم لكرة الصالات، صاحب هدف يتذكره الجميع، صاحب هدف يتذكره الجميع أيضا أمام المنتخب التشيكي، الهدف الذي قلص الفارق إلى هدفين بعد أن كان متأخر المنتخب الكويتي الوطني بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، ثم أتى الهدف الثاني للمنتخب الكويتي لكن لم يسعف الوقت المنتخب الوطني لإعتاء بالتعادل في هذا اللقاء، وكان قريبا جدا المنتخب الكويتي الوطني لإعتاء بالتعادل. إذا كرة محاولة مع عبد الرحمن طويل، هذه خطيرة الآن مع الكويت إلى خافي، محاولة التسديد والتصويب، يا سلام، سددت الكرة لكن تصطد بصقر للشود، محاولة كانت ممتازة من خافي رودريغيز لكن تصطد الكرة بصقر للشود، تذهب إلى خارج الملعب. الآن الكرة هنا المحاولة، صقر كان في مسار الكرة، تصطد الكرة بصقر للشود وتذهب إلى خارج الملعب، ركلة إدخال في هذه اللقطة. إذا تنفذ الكرة لكن سهلة مع محمد الموسوي، تعود الكرة إلى هوغو في منتصف الملعب، المحاولة قادمة مع نادي العربي، الزعيم يريد التسجيل، ديفيد يستلم هذه الكرة إلى هوغو مع ديفيد النقلات بين اللاعبين ومحاولة في هذه الكرة، ديفيد خطير في هذه الكرة، يتصدى صقر للشود، يبعد الكرة إلى خارج الملعب، وبكل الروح الرياضية موجودة مع اللاعب صقر للشود. هنا المحاولة قادمة على عبد الرحمن المسبحي إلى ديفيد لاعب سابق في فريق انتلي البرازيلي في موسم 2008-2009 وأيضا لعب في فريق جاكاريا البرازيلي في موسم 2009-2010 قبل أن مسيرته في أحد الأندية البرازيلية مع نادي بارايسو في موسم 2010-2011 و2011-2012، بعدها بدأ مسيرته الاحترافية مع النادي العربي. على الحد مع ذكر نادي انتلي البرازيلي، نادي انتلي البرازيلي يمتلك أحد أفضل لاعبي العالم، ذكرناها من قبل وما زلنا نذكر أحد اللاعبين وهو اللاعب البرازيلي أليساندرو فييرا بالكاو. هنا محاولة مع العربي خطيرة لكن برونو يتصدى لهذه الكرة ويبدو بأن هناك خطأ على النادي العربي، يحتسبه الحكم محمد الحداد.
نعم نادي أنتاليا البرازيلي يمتلك أحد أفضل لاعبي العالم، لاعب المنتخب البرازيلي فالكاو الحائز على كأس العالم 2008-2012، صاحب الوجه صاحب السعد. المحاولة خطيرة، يا سلام يا سلام على المسبحي، لكن عارف عبد الله حياة زميله في المنتخب، زميله مع المنتخب في كأس العالم أيضا، يتصدى لكرة قوية من عبد الرحمن المسبحي. هو قيمر، هو قيصر، كرة خطيرة، يا سلام تصطد باللاعبين. هنا محاولة وأيضا انطلاقة من خافي رودريغيز، حاول أن يصطاد الكرة في آخر قبل أن تأتي الكرة إلى خارج ملعب ركلة إدخال، لكن طالت ذهبت إلى خارج ملعب ركلة إدخال. تنفذ الكرة الآن مع هوغو إلى عبد الرحمن، إلى ديفيد، تصل بنجاح، محاولة تغيير ملعب، يغير ملعب بشكل ناجح إلى هوغو، ترويض مميز جدا لهذه الكرة. هوغو يحاول يصوب هوغو لكن سهل مع عبد الله حياة، يمر الكرة إلى صقر الرشود برونو تاكاشي، إلى اللاعب خافي رودريغيز، خافي يلعب لكرة إلى برونو تاكاشي، برونو إلى صقر الرشود، صقر الرشود يحاول إلى برونو تاكاشي، يمر الكرة إلى عبد الرحمن الطويل الكويت، يحاول الكويت ما زال، ومقولة نايف شجاع، ومقولة نايف عفوا نايف شجاع صحيحة وما زالت صحيحة في هذا اللقاء. استحواذ سلبي لصالح نادي الكويت، استحواذ سلبي لصالح نادي الكويت حتى في هذا اللقاء، لا يوجد أي فعالية لهذا الاستحواذ على عكس النادي العربي الذي حتى هو الذي سجل هدف في بداية المباراة، لكن الكويت جاء بهدف التعادل بعد طرد اللاعب عبد الله راشد. برونو إلى عبد الرحمن الطويل، لكن طارت على اللاعب عبد الرحمن الطويل، طارت على اللاعب عبد الرحمن الطويل، وتصل الكرة مع نادي العربي. الزعيم قادم في هذه الهجمة، يحاول في هذه اللقطة يتقدم، حركة خطيرة يصوب لكن تصطد، تذهب إلى خارج الملعب، ركلة إدخال لصالح النادي العميد هذه الكويت في هذه اللقطة. دخول فهد سلامة، دخول فهد سلامة بديلا لأحد بديلا للاعب عبد الله عبد الصمد. ومحاولة مع نادي الكويت، برونو تاكاشي يستلم هذه الكرة، يحاول يتقدم، برونو يحاول يمر، يمر الكرة يا صقر، صقر تصل مع عبد الرحمن، عبد الرحمن إلى خافي، خافي خطير، خافي إلى عبد الرحمن، أخطر وأكثر خطورة مع هذا اللاعب برونو، يصوب كرة خطيرة، يا سلام يا سلام يا سلام، بدأ يفتح المساحات، بدأ يمرر تمريرات يمين يسار، تغيير ملعب بأكثر من مرة، يحاول أن يفتح المساحات، يحاول أن يسحب بالجميع اللاعبين لفتح مساحة في جهات النادي العربي. كرة تصل مع عبد الله حياة إلى برونو تاكاشي، برونو يحاول يمرر لكن تمريرة خاطئة يتقدم فيها هوغو، هوغو يحاول، هوغو ممتاز، هوغو يا السلام، هوغو يمر، هوغو خطيرة مع هوغو لكن مقطوع إلى صقر الرشود، يتقدم صقر، يحاول صقر، يتقدم صقر، خطير إلى خافي، أخطر وتمريرة بينية يتصدى لها اللاعب ديفيد البرازيلي المحترف، يتصدى لهذه الكرة، أبعدها إلى خارج الملعب. تصل الكرة الآن مع اللاعب الياباني برونو تاكاشي إلى عبد الرحمن الطويل، يحاول عبد الرحمن، وصراع الكرة بينه وبين عبد الرحمن المسبحي، تذهب الكرة إلى خارج الملعب وركلة ركنية، صراع الكرة في اللقطة السابقة، عبد الرحمن ينفذ إلى عبد الرحمن، تصل خطيرة الكرة لكن بالخطأ، تعود مع العربي مرتدة إلى ديفيد، ديفيد ديفيد يسدد، ديفيد كرة سهلة لكن ذهبت إلى خارج الملعب. إذن التبديل القادم دخول عبد اللطيف الحمد وخروج صقر الرشود، ونرى استعداد اللاعب احمد باش في لقطه السيف، اللقطه القادمه ننتظر دخول احد اللاعبين. عبد الرحمن مسبحي يصوب كره، سلام يا سلام يا سلام يا سلام على هذا اللاعب عبد الرحمن، صاحب تصويب ممتاز لكن ايضا في التصدي موجود. عبد الله حياة تصل الكره الى هوغو، بين افضل لاعبين المسددين، اناره بين المسددين، يعني تحتار تختار من الافضل في التسديد في نادي العربي، هل هو عبد الرحمن المسبحي ام هوغو، اثنانهم يمتازان في التسديد، وهوغو حاول لكن مقطوع الكره الى محمد الموسوي، يتصدى هذه الكره احمد باش، يمرر الى برونو، وتصل خطيره هذه الكره مع خافي لكن فيها خطا،
في خطأ على اللاعب خافي رودريغيز من جانب اللاعب خافي رودريغيز على اللاعب عبد الرحمن المسبحي في اللقطة السابقة. هوغو ينفذ الخطأ، تصل معه هوغو يلعب لكرة عالية ممتازة لديفيد، لكن طويلة طويلة هذه الكرة ذهبت إلى خارج الملعب. حتى الآن أعزائي المتابعين 6:30 تمر على زمن الشوط الثاني، التعادل ما زال إيجابي، التعادل ما زال إيجابي بين الفريقين، ولكن هدف قادم لكلا الفريق، هدف قادم لصالح أحد الفريقين، هدف ينتظره الجميع. برونو تاكاشي إلى خافي رودريغيز، تصل هذه الكرة مع عبد اللطيف حمد، عبد اللطيف يحاول يمر، عبد اللطيف ممتاز يكتسب فيه خطأ عبد اللطيف، إذا هو الخطأ الثاني في هذا الشوط، التراكم خطأ التراكم الثاني في هذا الشوط. قادم في التنفيذ في هذا الخطأ هو اللاعب الياباني برونو تاكاشي، يمر الكرة إلى خافي، يصوب خافي خطورة مع أحمد باش، لكن تبعد هذه الكرة، كادت أن تأتي في المرمى لكن أبعدت إلى بر الأمان، ركلة ركنية قادمة بالخطأ تصل الآن مع ديفيد إلى هوغو إلى عبد الرحمن، يتقدم فيها يحاول عبد الرحمن يمر بشكل ناجح عبد الرحمن، لكن خافي يتصدى، يا سلام على خافي، حاول فيها سقط أرضا، فيها خطأ فيها خطأ فيها خطأ على اللاعب خافي رودريغيز، احتجاج واضح من الجماهير والجهاز الإداري اللي من جانب النادي العربي، يريدان بطاقة صفراء على اللاعب هنا. الإعادة، المرور واضح، وحاول فيها العام، خطأ واضح من جانب اللاعب الإسباني خافي رودريغيز، خطأ احتسبه بشكل ممتاز، إذن يتلقى الخطأ الرابع نادي الكويت، نادي الكويت مهدد بأن يصل إلى الخطأ الخامس بالأخطاء التراكمية. عبد الرحمن قادم في التنفيذ، يترك الكرة إلى هوغو، هوغو يصوب كرة تصطد بالقائم، تذهب بالحائط البشري، تصطد بالحائط البشري، تذهب إلى خارج ملعب، هوغو يحاول بثانية لكن يتصدى لها أحمد باش، يتصدى لها أحمد باش، تذهب الكرة إلى خارج ملعب، هنا المحاولة الآن قادمة مع اللاعب ديفيد، ينفذ الى هوغو، تصل هوغو يحاول الى ديفيد خطيره، ديفيد يمرر الكره الى اللاعب فهد سلامه، فهد سلامه، فهد سلامه يمرر الى اللاعب ديفيد، ديفيد حاول، كره تاتي ركله ادخال لصالح النادي العربي، نعم ركله ادخال لصالح النادي العربي، ديفيد في التنفيذ، ديفيد ينفذ الى المسبحي، المسبحي يصوب كره خطيره لكن تذهب الى خارج الملعب، التسديد هو الحل من جانب النادي العربي، بدا نادي الكويت يغلق مساحاته، يشدد، يحصن دفاعاته بشكل ممتاز، لا يريد ان يتلقى هدف، هو الله الله على هذا اللاعب البرازيلي هوغو، سدد كرة تصطد بالقائم، تعود مع الكويت، يلعب له كرة يا خافي إلى عبد اللطيف الحمد، الكويت في الهجوم، الكويت يحاول إلى برونو تاكاشي، تصل برونو يمرر إلى أحمد باش، أحمد باش إلى الحمد، الحمد بالكعب، لكن تصل الكرة مع الحارس محمد الموسوي إلى هوغو مع ديفيد، ديفيد يحاول يمر، ديفيد يتقدم، ديفيد، ديفيد يمر، ديفيد يا سلام، كرة ما فيها شيء، كرة ما فيها شيء، يتقدم خافي، خافي حاول، خافي وسقوط على الأرض، سقوط على الأرض، سقوط على الأرض، سقوط على الأرض في هذه اللقطة من جانب اللاعب خافي رودريغيز، والخطأ التراكمي الثالث يأتي في هذه اللقطة. إذن الخطأ القادم في الدقيقة 9 أعزائي المتابعين، متبقي فقط 11 دقيقة من زمن اللقاء، قادم في تنفيذ هذا الخطأ أحد لاعبي الخبرة في التسديد عبد الرحمن الطويل، يمرر الكرة إلى أحمد باش، خطيرة هذه الكرة، سهلة مع محمد الموسوي،
تسقط بالموسوي، يمرر الكره الى ديفيد، ديفيد يحاول، ديفيد يلعب له كره الى عبد الرحمن المسبحي، التقدم في الهجوم مع النادي العربي، لكن تمريره المسبحي ذهبت الى خارج الملعب، ركله ادخال. ما زالت الاحتجاجات واضحه من جانب النادي العربي على الاخطاء التي لم يحتسبها الحكم، لكن نترك كل شيء من الجانب التحكيمي مع الاستديو التحليلي من جانب عبد الرحمن سيف. خطيره هذه الكره ويصد لها السيد محمد الموسوي، كرة بعدها إلى خارج الملعب، سيد محمد الموسوي متألق حتى الآن في هذا اللقاء. محاولة قادمة مع برونو تاكاشي، برونو يلعب لكرة إلى خافي رودريغيز، خافي يحاول، خافي يمر لكرة إلى برونو تاكاشي، برونو يلعب إلى عبد الرحمن، يلعب كرة إلى عبد الرحمن الطويل، تصل مع خافي، خافي إلى عبد الرحمن، عبد الرحمن إلى برونو، نقلات تمريرات حتى الآن لا تجد طريقة إلى مرمى نادي العربي كما قال، وقازات المقولة بشكل ممتاز، تحليل ممتاز من جانب نايف الشجاع. حتى الآن الاستحواذ سلبي من جانب نادي الكويت، لا يجد طريقه إلى المرمى، برونو يحاول، برونو يتقدم، برونو خطيرة، يتصدى لها فهد سلامة وتأتي ركلة إدخال لصالح نادي العربي. الزعيم بالروح القتالية يقف مدا أمام المد الهجومي من جانب نادي الكويت. حتى الآن العربي يريد التقدم بهدف، العربي يريد التقدم بهدف ثاني، يعتمد على المرتدات في هذه اللقطة. عبد الرحمن يلعب لكرة طويلة طالت على اللاعب هوغو، تصل مع عبد الله حياة، عبد الله حياة ينفذ ركلة رمية المرمى، تصل مع عبد الرحمن طويل، عبد الرحمن يلعب لكرة عالية لكن طالت على عبد اللطيف الحمد، ديفيد يستلم، ديفيد يمر، ديفيد خطيرة، الحمد يتصدى لكن تعود مع العربي مرة ثانية مع ديفيد، ديفيد إلى المسبحي، المسبحي يحاول، المسبحي يمر كرة لفهد سلامة، فهد سلامة إلى هوغو، هوغو يلعب لكرة لديفيد، خطيرة هذه الكرة لكن تعود مع الكويت، ما زالت خطيرة إلى عبد الرحمن الطويل، عبد الرحمن يمر، عبد الرحمن يصوب، يمرر إلى عبد اللطيف الحمد لكن يتصدى الموسوي، تعود الكرة يتصدى لها الموسوي، خطيرة هذه الكرة مع عبد الرحمن الطويل، وصلت الكرة يحاول فيها دخول مرة أخرى للاعب خافي رودريغيز، خافي يمر، خافي خطير، هوغو يتصدى يبعد الكرة، سريعة المباراة، ما زالت سريعة هذه المباراة، لقاء مثير بين الفريقين. حتى الآن الذي يريد التسجيل أكثر هو نادي الكويت، يستحوذ، يضغط، يحاول أن يوصل إلى المرمى، عبد الرحمن يصوب لكن المسبحي يتصدى، المسبحي يتصدى للسمي، السمي يسدد والسمي يتصدى. هنا الكرة تصل مع اللاعب البرازيلي، مع اللاعب الياباني برونو تاكاشي، يتقدم برونو، يصوب برونو لكن يتصدى لها ديفيد. حتى الآن قتالية بين لاعبي النادي العربي للتصدي لجميع هجمات نادي الكويت العميد. هنا الكرة مع برونو، هنا الكرة مع برونو، يحاول برونو إلى اللاعب عبد الرحمن الطويل، عبد الرحمن يحاول، عبد الرحمن إلى برونو، برونو خطيرة هذه الكرة التمريرة، يتصدى لها فهد سلامة بشكل ممتاز، تأتي ركلة ركنية لصالح نادي الكويت. ركلة الإدخال قادمة لكن هي ركلة ركنية احتسبها حكم اللقاء محمد الحداد. خافي رودريغيز، خافي مر، خافي خطير، خافي في هذه الكرة ما فيها شيء، ما فيها شيء هذه الكرة، ينفذها محمد الموسوي، تصل الكرة مع هوغو، هوغو هوغو يحاول يمر، لاعب نادي لاعب نادي مينان تنس البرازيلي اللي كانت صارت في موسم 2011 2012، خطيرة يا سلام يا سلام، كرة خطيرة، تسديدة ممتازة من هوغو لكن طالت، ابتعدت أكثر عن المرمى. هذا المحاولة في هذه الكرة دفعة واضحة لكن الحداد والبلوشي يقولان بأن الكرة ما فيها شيء، الكرة هذه ما فيها شيء. إذا نادي الكويت عليه 4 أخطاء تراكمية، خطأ واحد قبل الخطأ التراكمي الخامس ويكون مهدد في ركلات الجزاء. ديفيد يسدد كرة لكن تصطد أحمد باش، حتى الآن هدوء نسبي في هدوء نسبي في هذا اللقاء، هدوء نسبي في هذا اللقاء، نادي العربي يعتمد على مرتدات أكثر.
ديفيد ينفذ كرة تصل مع هوغو، هوغو يصوب تسديدة قوية خطيرة، الكرة ما زالت وتبعد الخطورة إلى أحمد باش، تصل مع الكويت، الكويت قادم في هذه الهجمة، يحاول إلى برونو تاكاشي، برونو برونو يحاول يمر، برونو يمر الكرة إلى عبد الرحمن الطويل، عبد الرحمن إلى خافي رودريغيز، خافي تصل الكرة مع عبد الرحمن، عبد الرحمن يحاول يتقدم لكن عبد الرحمن المسبح يتصدى لهذه الكرة، تذهب إلى خارج الملعب، ركلة إدخال قادمة مع نادي الكويت، كرة تصل مع خافي رودريغيز، خطير هذا اللاعب خافي رودريغيز، كرة ما فيها شيء إلى ديفيد، مرتدة سريعة، ثلاثة بمواجهات ثلاثة، يأتي خافي هو الرابع إلى ديفيد مع هوغو، يصرف كرة خطيرة لكن يتصدى لها الدفاع، يتصدى لها دفاع الكويت، تذهب إلى خارج ملعب ركلة ركنية، هوغو خطير بالتسديد، هوغو خطير بالتصويب، ديفيد خطير بالمهارة، والمسبحي أيضا خطير بالتسديد، إذا دخول خروج اللاعب فهد سلامة، دخول خروج اللاعب فهد سلامة، دخول اللاعب عبد الله عبد الصمد، تلف الركلة الركنية خطيرة هذه الكرة، أحمد باش يشتت بهذه الكرة يبعدها إلى خارج الملعب، ركلة إدخال لصالح النادي العربي، إذا في الدقائق الثمان المتبقية حتى ما زالت محاولات نادي الكويت لتسجيل هدف، رغم أنه صاحب الاستحواذ الأكثر في هذا اللقاء إلا أنه لا يستطيع التسجيل، لا يستطيع التسجيل، عبد الرحمن المستبحي يمر، يمر الخطيرة، الله الله على هذه الكرة من عبد الله عبد الصمد، كانت تأتي في المرمى لكن تعود الهجمة مع الكويت، كرة إلى ديفيد، ديفيد يحاول يمر إلى المسبحي، يتصل مع هوغو، هوغو هوغو في مواجهة خافي، خافي خطير هذا اللاعب، خافي بالخبرة يتصدى للاعب هوغو إلى ديفيد، يتصدى لها خافي رودريغيز، نعم هذا اللاعب خافي رودريغيز صاحب لقب الدوري الإسباني ثلاث مرات في موسم 99-2، في موسم 2000-2001، في موسم 2010 و2011، وأيضا لقب كأس أسبانيا في 2011 و2012، وصاحب لقب كأس السوبر في 2004، أيضا صاحب لقب دوري أوروبا لأندية كرة الصالات ثلاث مرات 2002-2003-2012. تخيل أنك تواجه هذا اللاعب في دوري الكويت لكرة الصالات، تخيل بأنك عندما تواجه لاعب في دوري الكويت لكرة الصالات مع هوغو، هذه الكرة يتصدى حياة، خطيرة مرتدة، هنا محاولة مع خافي إلى أحمد باي، الساموراي يتصدى لهذه الكرة، يسجل كرة في المرمى، هدفين مقابل هدف، إذن سبع دقائق متبقية، سبع دقائق متبقية أعزائي المتابعين، الهدف الثاني يأتي لصالح نادي الكويت، هدفين مقابل لا شيء، لمسبحي ديفيد عبد الله عبد الصمد وهوغو يجدان نفسهم في موقف حرج، هدفين مقابل لا مقابل هدف في آخر ست دقائق متبقية في هذا اللقاء، في آخر ست دقائق متبقية في هذا اللقاء، نادي الكويت العميد إذن يتقدم، يتقدم في أول هذا اللقاء، أول في أول مرة في هذا اللقاء يتقدم، لمسبحي يحاول يتصدى حياة مرتدة مع الكويت الثانية، أحمد باش يصوب كرة لكن سهلة مع الحارس محمد الموسوي، يتصدى لهذه الكرة، عيات يتصدى، الموسوي يتصدى، هوغو يتقدم يسدد، يتصدى حياة للكرة الثانية، يبعدها إلى خارج ملعب، ركلة ركلة ركنية، عبد الله عبد الصمد في التنفيذ، ينفذ عبد الله عبد الصمد مع البرازيلي هوغو، هوغو يمر، هوغو يحاول، هوغو في مواجهة خافي، خطيرة مع عبد الرحمن، عبد الله عبد الصمد فيها خطأ، فيها خطأ، والخطأ الخامس يأتي لصالح نادي الكويت، إذا خمسة أخطاء أعزائي المتابعين، خمسة أخطاء لأعزائي المتابعين التراكمية، يعني أي خطأ بعد هذا الخطأ الخامس على نادي الكويت سيكون هناك ركلة جزاء لصالح النادي العربي في نقطة العشرة متر، إذا نادي الكويت عليه الحذر، كل الحذر من الأخطاء القادمة، سوف يكون في وضع حرج نادي الكويت في هذه اللقطة، الكرة قادمة مع البرازيلي هوغو، هوغو يحاول في مكان قريب يمكن يأتي الهدف،
يمكن يأتي الهدف، يمكن يصوب كرة قوية. عبد الرحمن وهوغو في التنفيذ، عبد الرحمن وهوغو في التنفيذ، هذه كرة قادمة، هوغو صوب لكن يتصدى حياة، يتصدى حياة لهذه الكرة، يبعدها إلى خارج الملعب. ركلة إدخال تأتي مع العربي، تصل إلى ديفيد، ديفيد يحاول إلى عبد الرحمن المسبحي، المسبحي إلى هوغو، هوغو يحاول، هوغو يحاول يمر لكن خطيرة، تقطع الكرة إلى ركلة إدخال ثانية مع العربي، محاولة ويأتي يأتي الوقت المستقطع، يأتي الوقت المستقطع لصالح النادي العربي. المدرب روبيو غيرا لديه كلمة في هذا الوقت المستقطع، يحاول في الست دقائق المتبقية من زمن اللقاء في الشوط الثاني أن يجد حلا لتعديل هذه النتيجة، إما التعادل وإما يعني العربي في وضع حرج، يريد تقليص الفارق، يريد الخروج فائزا من هذا اللقاء، لكن التعادل لن يكون حلا، في هذا اللقاء، لكن الهدف الأول لصالح النادي العربي هو إحراز التعادل، ثم الأتاء بهدف الفوز لصالح النادي العربي. هذه هي جميع المحاولات لصالح نادي العربي، لكن نادي الكويت والمدرب روبيو غيرا يبدو بأنه سيأتي ويكون قادما في احتساب في الاعتماد على المرتدات. إذن أعزائي المتابعين، ينتهي الوقت المستقطع الذي طلبه المدرب البرازيلي روبيو غيرا في هذا الوقت في الشوط الثاني، هو الوقت المستقطع الأول في الشوط الثاني، يتبقى وقت مستقطع واحد فقط، وهو يأتي لصالح المدرب دانييلو، ينهي المدربان إرشاداتهم، ست دقائق متبقية من زمن هذا اللقاء، ثلاث فترات إدخال من ديفيد، تصل الكرة مع عبد الرحمن المسبحي إلى هوغو، تصل الكرة، هوغو يحاول إلى ديفيد، ديفيد إلى عبد الله عبد الصمد، عبد الله مرة ثانية مع ديفيد إلى هوغو، تصل حركة سريعة بين اللاعبين نادي العربي، تمريرات ونقلات سريعة للمسبحي، صوب كرة خطيرة لكن يتصدى لها حياة، مرتد الآن مع الكويت إلى برونو، برونو يحاول، برونو إلى الطويل، الطويل يحاول يمر، يمر بشكل ناجح لكن يتصدى لها المسبحي، تعود مع العربي هذه الكرة، هجمة سريعة من الكويت وهجمة سريعة من العربي الآن في هذه اللقطة، المسبحي يحاول إلى هوغو، تصل يمر إلى ديفيد، خطيرة مع ديفيد، ديفيد يصوب لكن يتصدى لها أحمد باش، تعود خطيرة هذه الكرة لكن طالت عليك يا الإسباني، طالت على الكتالوني خافي رودريغيز، تعود الكرة مع النادي العربي إلى اللاعب البرازيلي ديفيد، هوغو تصل الكرة معه، محاولة التمرير الآن إلى ديفيد، خطيرة الكرة لكن مرت مرور الكرام الكرة السابقة، عبد الرحمن الطويل تمرير الكرة إلى برونو، تصل مع خافي، خافي حاول لكن خطأ في هذه الكرة، إبعاد من جانب برونو تاكشي لهذه الكرة، ركلة إدخال قادمة مع النادي العربي، بدأ بالاستحواذ الأكثر النادي العربي، يحاول أن يأتي بهدف التعادل في لقطة في الدقائق القادمة، لكن حتى الآن دفاعات الكويت، دفاعات العميد كالحديد في هذا اللقاء في آخر أربع دقائق، محاولة مع عبد الله عبد الصمد، عبد الله يحاول يمر الطويل، يحاول يتقدم، يصطاد هذه الكرة إلى برونو تاكشي، ينطلق فيها هذا اللاعب السريع، يمرر كرة خطيرة تصل مع اللاعب البرازيلي برونو، برونو يحاول، برونو يمرر كرة إلى أحمد باش إلى الطويل، الطويل يلعب له كرة إلى خافي، ممتاز هذه الكرة، ممتاز التمركز من خافي، خافي يحاول يصوب كرة خطيرة. خطيرة هذه الكرة، وحكم اللقاء فيصل بلوشي يحتسب خطأ، كان هناك خطأ واضح، شد واضح قبل قليل من جانب عبد الله عبد الصمد للاعب برونو تاكشي، عبد الرحمن المسبحي إلى هوغو، هوغو يلعب الكرة الآن، تصل هذه الكرة مع اللاعب، محاولات مع النادي العربي حتى ما زالت موجودة،
محاولة تسجيل هدف في هذا اللقاء كرة من عبد الرحمن السبيحي، لكن طالت طالت هذه الكرة طالت طالت هذه الكرة إلى خارج ملعب تأتي ركلة الإدخال. 4 دقائق متبقية أعزائي المتابعين، ما زالت محاولات نادي العميد الكويت يريد يريد زيارة النتيجة. الزعيم يريد التاء بالتعادل ثم التقدم وتسجيل وتسجيل هدف الفوز. محاولة للسبيحي لكن الطويل يتصدى. 3 دقائق متبقية. كرة مع ديفيد إلى اللاعب هوغو، هوغو تحصل مع الكرة مع المسوي إلى هوغو مرة ثانية. هوغو يحاول يتقدم. هوغو يمركز إلى المسبحي. 3 دقائق ونصف متبقية في هذا اللقاء. كرة إلى ديفيد، ديفيد يلعب كرة عالية إلى هوغو خطيرة مع المسبحي. أحمد باش يبعدها، أحمد باش يبعدها إلى خارج الملعب. هنا الكرة ركلة ركنية تأتي لصالح نادي الكويت. ما زالت المحاولات موجودة لصالح نادي نادي العربي لإحراز التعادل. ولكن مع المسبحي يصوب كرة لكن لم تكن بشكل ممتاز، لم تكن مطلوبة، لم تكن مطلوبة. المدرب روبيو غيرا يطالب بالضغط، يطالب بالضغط على لاعبي نادي الكويت، لكن المدرب دانييلو يطلب وقت مستقطع في هذا الأثناء. 3 دقائق و20 ثانية متبقية أعزائي المتابعين من زمن هذا اللقاء حتى الآن. المدرب دانييلو يطلب الوقت المستقطع المتبقي في هذا اللقاء، وهو الوقت المستقطع يأتي فقط وقت مستقطع لكل الفريقين. يحق لكل فريق أن يطلب الوقت المستقطع. عيسى السيد مراقب المباراة، نجد عيسى السيد مراقب المباراة الحكم الثالث في هذا اللقاء. نجد أمامنا المدرب لويس فونسيكا وأيضا أحد اللاعبين البارزين في الدوري الكويتي لكرة الصالات سامر سميح، سامر سميح وصاحب السداسية الذي سجلها في لقاء البارحة أمام نادي السالمية. 10 أهداف لـ4، شهدت 6 أهداف من الجانب اللاعب الأردني النشمي القادم من بلاد النشامة. سجل 6 أهداف في مرمى السالمية. السماوي تلقى 10 أهداف لـ4 ويخرج نسبيا عن دفاعه على اللقب. يعني نرى بأن تركيز نادي السالمية ينصب أكثر على البطولة الأسيوية. التصفيات القادمة، ونذكر الجميع بأن التصفيات القادمة ستكون في مواجهات أمام نادي السد القطري ونادي دوري قرقستان ونادي دوري القرقستاني أيضا في التصفيات التي ستقام في هذه في بداية 11/4 وتنتهي 23/4. ستكون فترة توقف فترة التوقف للدوري الكويتي ستكون من 11/4 إلى 23/4 لمشاركة نادي السامية في البطولة الآسيوية. هنا الكرة تصل مع النادي العربي، محاولة وما زالت المحاولات قادمة لنادي العربي لتسجيل هدف التعادل. هنا المحاولة مع عبد الرحمن المسبحي إلى ديفيد، ديفيد إلى المسبحي ثانية إلى هوغو، تصل المحاولة نادي العربي لتسجيل هدف. هوغو يحاول يمر يصيب الله الله الله، قوية قوية هذه الكرة لكن أقوى هذا الحارس عبد الله حياة يتصدى بشكل ممتاز. تقدم تسديد تصدي ممتاز من جانب اللاعب وحارس المرمى عبد الله حياة. ما زالت المحاولات موجودة من جانب نادي العربي، ما زالت محاولات التعادل موجودة مع نادي العربي لعدم الخروج خاسرا في هذا اللقاء. هدفين مقابل هدف. إذن أعزائي المتابعين، إثارة في آخر الثواني، إثارة في آخر الدقائق، إثارة في هذه اللقاءات حتى الآن. ركلة إدخال قارمة في التنفيذ مع العربي تنفذ إلى هوغو، خطيرة مع خافي يمر خافي لكن طارت الكرة، عدت بكامل محيطها. جاءت ركلة إدخال لصالح العربي، لمسبحي إلى ديفيد إلى المسبحي لكن الطويل يتصدى. محاولة مع الكويت لهذه المرتدة، تصل مع المسبحي إلى هوغو خطير، هوغو يمر الطويل يبعدها لكن تصطد أحمد باش. خطيرة خطيرة خطيرة
خطير هذه المباراة في الدقائق الأخيرة، خطير العربي في هذه الدقائق. الكرة تصل مع ديفيد، ديفيد يحاول يسرب كرة لكن عبد الله حياة يتصدى، عبد الله حياة يتصدى، وما زالت الإثارة موجودة، ما زالت الإثارة موجودة. وهذا الإبعاد يأتي من جانب النادي العربي، من جانب اللاعب هوغو البرازيلي. دقيقتين وعشر ثواني، دقيقتين وعشر ثواني في هذا اللقاء أعزائي المتابعين في الشوط الثاني. حتى الآن يوجد أمل لنادي العربي، أمل إما في إحدى الهجمات التي يهجمها أو أمل أن يتم ارتكاب خطأ من جانب نادي الكويت لتسجيل هدف، لتسجيل هدف من ركلة جزاء من نقطة العشرة متر. آدم الآن الركلة الركنية في التنفيذ، هو برونو يلعب لكرة طويلة إلى الوراء مع عبد الله حياة، حياة يمر كرة أمامية يبعدها عبد الرحمن المسبحي بشكل ناجح بالرأس، رأسيته يبعد الكرة إلى ركلة إدخال تصل الطويل، يلعب لكرة عالية إلى خافي، ترويض ممتاز يا سلام، لكن صراع الكرة بينه وبين المسبحي وثلاث لاعبين من نادي العربي. تعود الكرة ركلة إدخال مع العربي، هجمة قادمة، تقدم مع المسبحي، محاولة يمرر إلى عبد الله هوغو، هوغو خطيرة ولكن يتصدى لها اللاعب عبد الرحمن الطويل، يتصدى لها عبد الرحمن الطويل. لجميع تحركات نادي الكويت يصلون، نادي الكويت يقف ندا أمام العربي في جميع تحركاته، في جميع تمريراته، في جميع تسديداته. وهنا المحاولة مع العربي الآن، هوغو يحاول، هوغو يمر، هوغو يتقدم، هوغو يمكن يسدد، هوغو يصعد لكن يتصدى لها هذه رودريغيز. الثلاث نقاط تقترب أكثر فأكثر مع النادي الكويت، مع العميد هو الذي سيخرج من هذا اللقاء فائزا وبابتسامة عريضة في وجهه. العميد يسجد، يصل إلى المطلوب، يقلص فارق بينه وبين كاظمة إلى نقطتين، يبتعد أكثر عن السلمية، محاولة خطيرة، حياة يتصدى، هوغو يحاول يسرب كرة لكن ما في شيء، ما في شيء يقول، يمر خافي، خطيرة، خطأ، خطأ، خطأ لنادي الكويت، بطاقة صفراء مطالبة للمسة يد. لكن ماذا تقول لعادة، ماذا ستقول لعادة؟ إذن أعزائي المتابعين في اللقطة السابقة هنا التسديدة، هنا المحاولة من ديفيد، يتصدى عبد الله حياة، يبعدها برونو، لكن ولي عادة، ولي عادة، هنا التسديدة، لمسة اليد هي المطلوبة، هنا التصدي، لكن ما فيها شيء، لا 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 لا، الكرة ما فيها شيء، الكرة ما فيها شيء، بفخذه، بفخذ اللاعب، بفخذ اللاعب خافي رودريغيز، هنا الإعادة، هنا الإعادة، بفخذ اللاعب، بفخذ اللاعب خافي رودريغيز. ما تبقى 50 ثانية لمسبحي، يمرر الطويل، يتصدى الطويل بالمرتدة، الطويل يتقدم، الطويل يمكن يسدد، خطيرة مع الطويل، الله الله الله، أحمد باش خطير، أحمد باش يحاول يصوب، أحمد باش يا إلهي، إثارة في 30 ثانية لمسبحي، يحاول إلى هوغو يسرب، يمرر، ما في شيء، خافي رودريغيز، خافي رودريغيز، خافي، الله 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 الله، ختامها مسك، ختامها مسك من جانب خافي رودريغيز، ثلاثة أهداف لهدف، ضاع الفوز، ضاعت الثلاث نقاط، ضاعت من العربي بعد أن كان متقدم بهدف مقابل لا شيء، قلب الطاولة الكويت من ثلاثة أهداف إلى هدف، يا سلام، مثيرة، عجيبة، إثارة ما بعدها إثارة في هذا اللقاء، في هذا اللقاء العربي يسقط سقوطا مدويا، العربي يفقد الزعامة في هذا اللقاء، ويترك العميد يحلق عاليا، لمسبح يحاول، لكن ثانيتين بقيت
الشريكين تنتهي، وايضا العربي ينهي هذا اللقاء بثلاث اهداف مقابل هدف واحد، ياتي بثلاث نقاط، 31 نقطة لصالح النادي العربي، 33 نقطة لصالح نادي الكويت، فارق نقطتين يبتعد الكويت، عفوا 31 نقطة لصالح الكويت، 33 نقطة لصالح كاظمة، ويقلص الفارق إلى نقطتين، يبتعد كاظمة عن السالمية والفحيحيل ويحلق عاليا في متقدمة الترتيب. إذا نهاية اللقاء أعزائي المتابعين بثلاثة أهداف مقابل هدف، فوز مستحق لصالح النادي العربي، وعفوا فوز مستحق لصالح نادي الكويت، جود لك للعربي، جود لك للكويت، وهارد لك للعربي. ومع لقاء آخر أعزائي المتابعين، كان محدثكم لهذا اللقاء عمر الشرهان. إذن خافير رودريغو يهدي القادسية هدية من طبق من ذهب للقب الدوري، فالقادسية فرصته غدا أمام فريق خيطان للقب الدوري، في حين فوزه غدا يضمن تقريبا الدوري بنسبة نقدر نقول 95 أو 100% تقريبا 100% نعم، على طريق هدية المحترف خافير رودريغو بعد تسجيله هدف نقدر نسميه أيضا هدف الموسم، يعني هدف كان جميل أيضا في الوقت بدل الضايع أيضا، ويعني نقدر نقول انه ايضا كان يعني مثل ما تقول اطلق رصاصه الرحمه ايضا على العربي وقال لهم انتظروا بطوله الكاس والدوري الموسم الجاي. راح نناقش هذه الامور خلال استديونا التحليلي. للعلم فقط ان الكويت رفع رصيده الى 31 نقطه، فرق نقطتين عن كاظمة وفرق 4 نقاط العربي، اذا المنافسه على المركز الثاني والثالث والرابع صارت شرسه بين الثلاث فرق. كابتن نايف شجاع نبتدي فيك، يعني كله اقول لك يا لك حريه الكلام، تقدر تتكلم. المباراه كانت جميله، يعني انا شخصيا ما ادري من وين ابتدي، لكن نقدر نقول الشوط الثاني افضل نسبيا من الشوط الاول. يعني اعتقد الهدف الثاني اعطى تحرر للمباراه كلها، يعني اللي قبل الهدف احنا بدات الشوط الثاني بدا نفس سيناريو الشوط الاول، كل فريق متحفظ، ما شفنا الاندفاع اللي فيه. بعد الهدف الثاني العربي تحرر، لعب ضاغط متقدم، نادي الكويت رجع الدفاع منطقة ولعب على الهجمة المرتدة اللي شفنا منها هدفين على أعلى مستوى، الهدف الأول، الهدف الثاني اللي عن طريق برونو وباش الباص التمرير والباص والتسجيل اللي عن طريق عبد الرحمن الطويل. يعني يمكن أنا بذكر نقطة عبد الرحمن الطويل، الشوط الأول ما شفناه موجود، الشوط الثاني شفنا عبد الرحمن الطويل كمستوى لاعب مؤثر بالفريق، باش كان على مستوى جيد بالمباراة، خافير كتنظيم داخل الملعب واستلام وهدوء. يعني نادي الكويت ولا ننسى صراحة يمكن وقفة الكابتن عبد الله حياة، فعلا عبد الله حياة كان يعني أنا أعتقد من نجوم المباراة. يعني إحنا نجوم المباراة ليش؟ لأن الكويت برز بعد الهدف الثاني، شفنا فريق نادي الكويت اللي فعلا له قيمة في الاحتفاظ بالكرة، في الدوران، في الهدوء، في التركيز، على العكس على نادي العربي اللي شفنا حاول بالدوران وهذا، بس شفنا ان تاثير النتيجه عليه كان سلبي جدا. يعني انا اقول الكويت عرف يتعامل مع المباراه بعد الهدف، لاعبينه فعلا ادوا مباراه ممتازه جدا. نادي العربي اعتقد نزل فهد السلامه واعتقد اصيب، يعني اعتقد حتى ما خدم الحظ في هذه، انك لما تنزل لاعب على اساس تستفيد منه يتعور في اول لمسه، يعني تحس انه نقول له سلامات فهد السلامه. المباراه يعني فعلا مجملها، ولو لاحظنا ان الكويت
اخطاء خمس اخطاء خمسة فاول حافظ عليه، معناته هذه احنا انا بالنسبه لي نعتبرها نجاح عند الفريق نادي الكويت انه استغل الاخطاء اللي ممكن تعطل نادي العربي الى نهايه المباراه، وهذا شيء زين لنادي الكويت. اعتقد المباراه مجملها بعد الهدف الثاني عفوا حلو حل الدنياك يا عبد الرحمن. فالمجمل المباراه اعتقد روعه المباراه كان بعد الهدف الثاني، وبيشيد صراحه فعلا وعجبت بالهدف الثالث الخفير لو لاحظناه، دفاع وقطع الكره واستلام تحرك هدوء حتى لما وصل، هذا الكلام عنه الهدوء والتركيز. لو شفنا بعض اللاعبين يستعجل ويسدد، هذا لا بهدوء بحرفنه يعني اعطانا متعه في هذا الهدف. نهني نادي الكويت، نقول مبروك ونقول هارد لك العربي، حظنا اوفر في المباراه القادمه. يعني نقدر نقول شوط يمكن ايضا كان شوط مدرب فريق نادي الكويت ابو عبد الله، يعني عرف شلون يمتص الضغط من فريق النادي العربي بشكل صحيح، بنى الهجمه المرتده بشكل محترف اللي انتجت عن الهدف الثاني لفريق نادي الكويت، اللي زاد الضغط ايضا على فريق النادي العربي، صار ما بين النارين، صار تاثير الضغط على نتيجه السالميه، زائد الضغط نتيجه انه خسران امام فريق نادي الكويت، فاصبح مو عارف تفكيره هل على المركز الاول على منافسه القادسيه ام على المركز الثاني. الكويت فاز، الان العربي ايضا صار بدل لا ينافس على المركز الاول الان ينافس على المركز الثاني، يعني هذه الحلول يمكن قدر يطرق لها ايضا المدرب فريق نادي الكويت. صحيح مدرب نادي الكويت سيد دانيلو شاف الاخطاء اللي حصلت مع حق لاعبينه، فبالتالي تداركها بالشوط الثاني، فمثل ما قلت لعب نفس الطريقه اللي لعب فيها بدايه المباراه اللي شنو دفاع المنطقه، لانه حاول انه يعمل دفاع الضاغط وما نجح فيها فتسجل على هدف، فبالتالي قال لا انا امن فريقي اني العب على شنو السيناريو الاول اللي حطيته حق المباراه الا وهو شنو دفاع المنطقه. نعم. وفعلا حاول مثل ما قلنا احنا ان الكويت راح يعتمد على الهجمات المرتده، وهذا اللي حصل. يعني الهدف الثاني يمكن شفنا المفروض ان العربي مبادر في تسجيل هدف ثاني، الكره شنو ارتدت وتسجل منها الهدف الثاني، وكان على اعلى مستوى الهدف الثاني امانه. هذا مثلا من الكرات المرتده اللي نشوفها في اللمسه الواحده لما لعبها خافير لباش احمد باش، فعلا المفروض الهدف يسجل حق احمد باش ما يسجل حق برونو، اعطاه الكره طبق من ذهب، الجول فاضي. في لو فكر ثاني من اللاعبين ممكن انه شنو يعمل